ديروا دي جانسياج بيرمان ما غير قديم لي بوندرولير ما تنحاوش او ميم طون او ميم طون في دون لي فورماسيون الزول فلاونا مازيغا نقلا ذاك بور فار اون مارش بور ايبوسي نبغى كان افون لي سانكسيون انك تخدمهم نبغى كان دنيني انا وثين غان افون لي سانكسيون انك ذاك فاون دني انا وثين غان انوا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا رانا كونتر هذه العقوبات القاسيه على شبيبه القبائل، وحنا يا خويا شبيبه القبائل معروفه بجمهورها وباللعب تاعها وباحسن ضيافه، هم لي سيبورتور تاع لي زوتر كلوب يشهدوا عاد يجوا لتيزي وزو مرحبا بهم في كل حاجه هكذا في كل بلاصه هنا من تيزي وزو. شبيبه القبائل كانت تشرف الجزائر، هي اول فريق في الجزائر اللي رفعت الرايه الجزائريه شرفت البلاد، ما تستاهلش انا جو تروف ما تستاهلش العقوبه كيما هذه. يعني رانا نهضروا من واحد الناحيه لا للعنف باش نقصوا العنف في كل قطر الجزائري في كل ملاعبنا، مي ولكن العقوبه كيما هذه ما ظنيتش بلي ان بافر لحبوا ديروا لا لازم ينقصوا شويه من العقوبات هذو باسكو الشبيبه حنا خسرنا جوال ربي يرحمه ما زدوش نخسروا ان كلوب كيما هذايا اوني سي لومباسادور دو لالجيري هذا هو. قلنا على العقوبات للانصار ما عندهمش الحق يتنقلوا مع الفريق. المهم بالنسبه للانصار ما لازمش يتنقلوا مع الفريق، هذه يعني نشوف يعني هما القانون هذا هما اسمح لي اسمح لي اسمح لي جامي شفنا قانون لي سيبورتور ما يديبلاسيوش، بروميير فوا شفناه في التاريخ جامي شفناه، تسمى ريجيوناليزم ولا راسيزم ما فهمناش. هي نورمالمون ماشي هكذا، نورمالمون ماشي هكذا باسكو علاش حنا رانا نمدوا رساله للمسؤولين لكل واحد الانصار لعابه صحافه يعني باش نحبسوا العنف هذايا، نمدوا نبوني ماتش تاع لالجيري تاع صح، مي ولكن لازم تخدم باطار قانوني محسوب تكون مربي باش تمد ميساج. اسمح لي حنا كي تقول حنا تسمى شغل سبان هذايا، واحد تسمى شغل راك سبيت كاع اون ريجيون، كي تقول الانصار ما يتبعوش الفريق تاعهم يا خويا لا ماشي هكذا. اسمح لي لي سونكسيون هادو غير في لاجيسكا ولا كيف؟ اون 2001 سيسبوندو اون اني والخطره هذه 2014 لاجيسكا، وهذا لاجيسكا غير لاجيسكا الياس، ويعني لي زيكيب اخرين هما يديروا المشاكل في 5 جويي طاحوا زوج رواح. نهضروا باش نوروا بلي اسمع صح زوج اللي ماتوا الكلوب ما تسونكسيوناش، ولاجيسكا شاك فوا تسونكسيوني لاجيسكا بزاف راهم يحقروا بزاف لاجيسكا، ولاجيسكا راهي تشرف الجزائر. هاي الرساله اللي نعطينا لهذ المسؤولين هذو راهم عقاب لاجيسكا الاربيتراج عقاب لاجيسكا ماكش عيناني ماكش حاجه بزاف سي ترو. حنا وني دي سيبورتور دو لاجيسكا وني دي سبورتيف غنروحوا نتفرجوا جيسكا كل صرات هذا لاكسيدون هذه سي با نو الله غالب سا ديباس ماكش ما داروناش لي موان في الاستاد، ما زراني صغار تاع 14 سنه في الاستاد كيفاش تحكم انت في زراني صغار؟ ها هو المشكله تاع هذا الاخر. شكرا. بون السلام عليكم. انا حبيت نقول هذا راه برك هذو لي ريسبونسابل لي دولا ديسيزيون هما ديجا لازم يتحاسبوا لي ريسبونسابل قبل هما اللي لحقوا لا سيتياسيون اللي رانا فيها دوك. كيما يحبوا احنا ما نتقبلوهاش وما نستاهلوهاش. دوك كاين اللي قتل يحكموا يقطعوا له يده يدبروا راسهم. حنا كيما رانا كاع حنا عندنا حق نشوفوا الفريق تاعنا. حنا شبيبه القبائل جامي يسمحوا فيها ونديبلاسي ونشوفوها كاينه حاجه واحده يديروها في بالهم بلي الاستاد حنا ندخلوا كيما يحبوا حنا ندخلوا الاستاد. احنا
ما سمحوش في ليكيب تاعنا وهذه حقره وديروا في بالهم كي قرباج كي ورا امبوسيبل يحقرونا حنا جامي جيسكا جامي لا طيح وجامي يحقرونا وحنا جامي نسمحوا فيها هذا ما ربي يهديو وكاين عفسه تم نسوي الخير تاع جيسكا لي مومون ديفيسيل زنزله مام الناس اللي راهم يهضروا يحبطونا ويديرونا هذوك الكارين الخير جيسكا سي لا فيرتي ماشي غير تاع لا كابيلي تاع الجيري كاع يحبوا لي كرهوا كاين حاجه واحده قلت لك حنا جامي نسمحوا في ليكيب تاعنا هذه بين نفهمو سور كال باز عطاونا لي سونكسيون سي مومات لعبش هنا وسي مومات ديبلاس سور كال باز وليك مات السيفو سفيان مات في الجزائر شكون تحاسب فيه؟ راه القصيك جويه عام وما كاين والو فلا تلافير وكاينه حاجه واحده يبينوا لنا هذه الحجره اللي قتلت ايبوسي شفتوا انتم حجره قتلت ايبوسي ما شفنا والو هذا فيم هاندو هذا يورونا الصح يعطونا الصح الى نستاهلوا لا سونكسيون تقبلوها بالعقل الى نستاهلوا لا سونكسيون تقبلوها صح هذه كاع ما كاش منها حنا ما قتلوش ايبوسي ايبوسي توجور هنا هاي يا خو انا حبيت نزيد انا حبيت نزيد حاجه واحده برك انت كصحفي راك تروح للاستاد العنف هذا تكريا غير في تيزي وزو كيف 48 ولا يا العنف هذا ولا لا لا اخو انا جاب لي ربي خويا جاب لي ربي هاد الناس كانوا يسناو جيالسكا في الدوره جاتهم لوكازيون بور يقلي الكونت تاعهم وهاد الناس باينين بينو بلي البغض تاعهم تجاه جياسكا هادي جياسكا اخو هادي هي ليماج تاع الفوتبول الجيريان نحبو ولا ما نحبوش انت وراك لو بلا ريبريزونتي جياسكا البلاد برا ما كاش ابار جياسكا تحبس جياسكا يحبس البالون تاع الجزائر حنا ونلون سابيل لهاد الناس اللي خداو هاد لا ديسيزيون هاد لا ديسيزيون واش راح دير راح تزيد العنف راح تزيد البغض راح تزيد الكراهيه بين الناس راح تزيد كلش حنا ونسبر هاد الناس اللي خداو هاد القرار يعاودوا يراجعوا نفوسهم حنا ما حبيناش نديروا تصعيد حنا اليوم رانا جينا في مظاهره سلميه ان شاء الله ديسي الماتش الجاي يعاودوا يخليوا الانصار يدخلوا يا خويا كان دي زوتر سونكسيون يشوفوا حل واحد اخر مي باش انت على جلسي بورتور تحرم كاع الجمهور تاع شبيبه القبائل ما يدخلش للستاد انا جاب لي ربي سي لانجوستيس ولا لا لا وبارك الله فيك ضربوا من السلطات حنايا باش يعاودوا يشوفوا في هذه القضيه ويعاودوا يشوفوا مليحه ماشي على جلسي بورتور واحد يحرموا كاع الشعب الجزائري هذه جاسكار شام تاع الجزائر هذه كاع اللي فخرت الجزائر وان شاء الله يسمحوا لنا الجاسكار الصحه يا يعني. حاجه فراش جاسكا بليك لا فيديو بيم تيتشر داف تي في افر رياض شو الكوتي عارف القانون تاع حزن ذاك ما كاش منها حزن ذاك حاجه فاسني يا رورا وقال باش يكون يدير دور ربي افرج اسك ربي حنا ايبوسي نحبوه لا ميطو خلاص الماتش لا ميطو حلي تونال دخلوا لي جوال خلاص الماتش ما خرجوش تونال ولا ومن بعد لا فيديو يقولك في الحجره هكذا لي ميكي بوكيمون يضربوا بحجره ايبوسي هما قلت له على بالهم شكون قلت له ام حابين نوضوا الراسيزم القبائل هكذا ما يدخلوش منا احنا دانا الخير فيهم دانا الخير على ربي هذا ما كان صافي سيف الدين سفيان دي قالك ما تبكيش يماهم تسمى ايبوسي غير يما حنا نحبوا ايبوسي صح ربي يرحمه مي هذوك نهار ما دي قالك تم يحبسوا شامبيون هذه نهضروا واش كاين وعلى هذاك ما عندوش يما تبكي عليه كيما ايبوسي ولا هذا اطروشي لحق لهم اللازم ولكن لعبوا نورمال واش كاين يعاودوا يرجعوا لنا حنا نبغوا جياسكا ما نبغوا لا لي جوال لا محشرين لا واحد اخر ما نعشقوا في حتى نبغوا جياسكا لي كول يعاودوا يرجعونا ربي يهديهم هذو راهم يديروا هكذا وش حامين ان شاء الله ربي يبانوا هذا واش نقول لكم السلام عليكم السلام عليكم ويا حبيت نسقسيك في حاجه واحده الحجره هذه لم يحكوا عليها يقول لك فيها حديد ومن بعد يقول لا الارض واز اللي حاستو الداني رفوا البارح سمعنا السيد الوزير يقول لك بلي الحجر جابوهم برا دونك لونكات هذه هون راهي ما فهمناش صح بالنسبه لا سانكسيون هذه بون عام نقولوا هذيك هي جبنا هذيك هي عام نستاهلوها سي موا اون دور تيزيوز نستاهلوها مي بصح باش لي سيبورتور كاين اللي بغوا جيسكا ماشي واحد يوسخ قال لك بلي ما ديبلاسيوش واش معناتها سي دي ريجوناليزم اسك عندنا حنا فيروس باش ما نروحوش من تيزي وزو رانا مرض عندنا حاجه تلصق اخويا ربي يهديهم هذا ماك صحيح
شو عليك ياخذ من الهرش شو عليك يا صار نظاير نو الشخص صار بون جوار لا قلق من شو على ما جي صار نوتيس باي كتفن باللي صوب لاضيف نان تفرغ يوكل يوم تشيك ذا هو اللي قلق دينين وقيت نغان لقى يدفن انا احكم فلسين لاقى فلس En ma qualité d'ancien président du comité de supporters, ce qui est arrivé est déplorable. La mort d'un joueur, jamais quelqu'un ne va l'accepter. Mais il y a des antécédents. Les décisions qui ont été prises, c'est des décisions draconiennes. Ça n'a rien à voir avec le sport. C'est extra-sportif ce qu'ils ont fait. Ils ont pénalisé pour un geste gratuit d'un supporter ou là, je ne sais pas. Ils ont pénalisé pas un club, une région. Et le club aussi, qui est le meilleur club d'Algérie, si, et l'un des meilleurs clubs en Afrique, c'est-à-dire que la réforme sportive, s'ils veulent lancer le sport, ils sont en train de casser le sport en cassant la JSK. Voilà. C'est des trucs extra-sportifs, c'est simple, c'est pas la peine de dire que c'est extra-sportif. Jamais, regardez les sanctions. La courte, elle ne va pas prendre des sanctions comme ça, il y a eu mort. Ils ont sanctionné le club. Qui va ils sanctionnent le club. Ils ont le terrain. Les jeunes gars, ils sont fébrés. Les supporters, mais ils ne même pas là, même en déplacement. Salam alaikum. يعني المثاكين المتعب وصي يعني سانو في مال مي فو با توشي لو كلوب باسكو على لا فيولونس كي ثلا ان بو بارتو ضرا سيتي بريفي نورمالمون يعني قدر الله ما شاء فعل نورمالمون العفاوي اي مثل قريبي ثنغان بون اي بو سيكي سانو في مال مي فو با توشي لو كلوب Normalement, il faut c'est contraire, il faut sectionner les responsables avec dimensionner Karbaj Rawa, directeur qui est stade, ou Namanare, ou Namara, elle a touché le club. Il plus grave, elle est suspendue à stade d'une année. À huis clos, ça fait un an, on chauffe le match. 20 autres cartes de Bailey, c'est du racisme, il ne faut pas toucher la JSK, les supporters de JSK, la Kadro, on a 7 fois fait le drapeau de l'Alzair. On a pris 6 Coupes d'Afrique, mais une super Coupe d'Afrique. Ce match fâche. وتحل متى باب الواد مع الارهاب كلش يفو با توشي لا جياسكا حنا اللي دينا اللي تيت كثر من ليكيب ناسيونال حنا اللي شرفنا الكره الجزائريه ولا بغاو يكسروا الكلب هذا حنا ما نسكتوش السلام عليكم قالوا الناس قالوا الناس مع سلام ديماسيون ماس كما تشاهدون خرج أنصار فريق شبيبة القبائل صباحة اليوم بتيزي وزو تنديدا بالظلم الذي تعرضه الفريق إثر العقوبات الصارمة والقاسية التي أصدرتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمتمثلة في غلق ملعب أول نوفمبر لتيزي وزو لسنة كاملة وحرمان الفريق أنصار الفريق عفوا من التنقل إلى ملاعب الأخرى لمساندة الفريق وذلك إلى نهاية مرحلة الذهاب